أهلا بكم. تحولت معظم أحواش وحدائق المنازل في محافظة إبد إلى مواقع لزراعة شجرة البن في بادرة إيجابية بدأت تنتشر وتحتاج إلى تشجيع. رغم زحف أشجار القات على المساحات الخاصة بأشجار البن، إلا أن هذا لم يلغي ارتباط الإنسان اليمني بهذه الشجرة، حيث يقوم الناس في محافظة إب بزراعة شجرة البن في أحواش منازلهم، مما يؤكد على عمق العلاقة بين المواطن اليمني وشجرة البن التي ارتبط بها منذ القدم، والتي أيضا امتد هذا الارتباط حتى الوقت الراهن، حيث يعد كوب البن الصباحي هو رفيق الإنسان اليمني الذي يبدأ به يومه. في هناك إدارة داخل الكلية أو إدارة الجامعة تسمى إدارة خدمة الجمهور أو خدمة المجتمع. من المهام الأساسية لأنه كيف نقدم الاستشارات الزراعية والاستشارات البيطرية، إلى جانب كيف توفير بعض النباتات أو أشجار الفاكهة الموجودة في الكلية اللي ممكن تعملها على البلد، ومن ضمنها محصول البن الذي يعتبر من المحاصيل أو المحاصيل الاقتصادية ذات المردود العالي من ناحية دعم الاقتصاد الوطني. الحمد لله عندي من تقريب 40 غرسة من البن، وثمرتان جيدة سنويا الحمد لله، يعني تغطي وأوزع تقريبا قدر الثلث أو أكثر هدايا للأقارب. أتمنى أن كثير أهل من في إب هذا واللوائب أن يزرعوا، لأنه ثمرة حسنة وطيبة. يعني الإقبال على زراعة البن في أحواش المنازل جعل أصحاب المشاتل يهتمون بتوفير شتلات البن نتيجة الإقبال عليها، حيث يتم زراعتها في الحوش للزينة وأيضا للاستفادة من حبات البن بعد تحميصها وطحنها. في الآونة الأخيرة بدأنا نلاحظ أن هناك اهتمام كثير من قبل المواطنين بحول بشجرة البن، وهناك إقبال كثير على مكتب الزراعة وكلية الزراعة من أجل الحصول على شتلات البن الجيدة التي هي محسنة وراثيا. طبعا بالنسبة للظروف البيئية تعتبر محافظة إب مناسبة جدا، والمناخ مناسب جدا لزراعة شجرة البن. تركيزنا الأساسي في محافظة إب وفي مشتل إب الزراعي في إنتاج البن. نحن ننتج من البن سنويا ما يعادل 100,000 غرسة، حيث أن المواطنين في محافظة إب وفي كل المحافظات الأخرى أصبحوا الآن مهتمين بشجرة البن ويزرعوها في أحواشهم الخاصة، وخصوصا البن الدوائري الذي ينتج طوال السنة، حيث أنه يبلغ الإنتاج يعني من قدح إلى قدحين، ولو الناس يزرعوا بن فهذا أفضل من شجرة القات بكثير. هناك توجه من قبل وزارة الزراعة والري في رفض المزارعين بهذا المحصول، وتم دعم مشتل الزراعي حيث يعتبر هو المشتل الأول في الجمهورية اليمنية بعدد من المظلات، ودعم المزارعين بالعديد من الشتلات حيث يتم قلع شجرة القات واستبدالها بهذا المحصول. ترى هل سيأتي اليوم الذي تتجاوز فيه شجرة البن حدود هذه الأحواش وتعود إلى مكانها الطبيعي فتملأ المدرجات والمساحات الزراعية؟ مع استمرار الأزمة المتفاقمة في البلاد والتدهور الاقتصادي، فتيات تركن التعليم ليلتحقن بسوق العمل لإعالة أسرهن في مجالات مختلفة فقط من أجل لقمة العيش. نتابع. يولد الإبداع في عيون اليمنيات، والمبدع من يصنع من الأزمة مشروعا صاعدا له وتحديا في وجه كل العراقيل. أولئك هن فتيات اليمن اللواتي لم يستسلمن للأزمة الحالية للبلاد، بل انطلقت لدى كثير منهن روح التصميم والعمل على مساعدة أسرهن وإعالة أنفسهن وتحقيق مشاريع وطموح لطالما حلمن بها. مع الأوضاع الحالية اللي جت في البلاد، يعني جلست فترة طويلة في البيت، فبدأت أفكر إنه ليش ما يكونش معايا مشروعي الخاص. أنا من زمان عندي طموح إني أفتح مشروعي الخاص وأكون يعني إنسانة معتمدة على نفسي، إنسانة مسؤولة، أساعد أهلي كمان. فقررت إن أفتح مشروعي الخاص وبدأت فيه. رهف هي إحدى تلك الفتيات والتي جعلت من الحلم في تكوين مشروعها الخاص حقيقة، رغم أنها لا زالت طالبة في الجامعة، إلا أنها أبت إلا أن تحقق أهدافها لتصبح فاعلة ومنتجة، بل ومساهمة في تطوير نفسها ومجتمعها.
رهف وكثيرات مثلها يعملن لإعالة أسرهن، وكثير منهن أيضا في طور إنشاء مشاريعهن الخاصة. أقول أي بنت طموحة لازم يعني تأخذ هدفها وتحققها على الآخر، لأنه المحبطين كثير، بس في البداية تكون أكيد في صعوبات، في الأخير يكون كل شيء تمام. الناس لما تبدأ تجرب المنتجات أو اللي إحنا نبيعها، الناس تبدأ تلاقي استحسان كبير، فبذلك الحمد لله خلال 3 أشهر حققت نجاح كبير وأنا مبسوطة فيه جدا. وعن آراء الشباب حول دخول الفتيات لسوق العمل، كان لكثير منهم التأييد، ورؤيتهم لنماذج كثيرة نجحت بشكل كبير. أنا أشوفها فكرة مناسبة، خصوصا أن البنات عندهم أحس في تفاني في العمل، أحس في يعني ممكن لو حطوا هدف ممكن يحققوه يعني أحسن من الرجال. فلا يعني المرأة هي نصف المجتمع، لازم يعني عادي. والله عمل البنات في ظل الوضع الحالي أعتقد أنه أوكي، ما في مشكلة. القضية أنه البنت لازم تكون يعني على خلق وتكون واثقة من نفسها إيش بتعمل، يكون عندها هدف. وستظل المرأة اليمنية أنموذجا للكفاح والإبداع والتألق طالما عزمت على تطوير ذاتها ومجتمعها. في مديرية الخبت بالمحويت توجد أشجار تسمى الذرح، لا توجد إلا في هذه المنطقة، تتميز بخضرة دائمة طوال العام، ويستخدمها السكان في تغطية أسقف المنازل. للطبيعة بمحافظة المحويت ألوان شتى من الجمال الآسر الذي يستهوي القلوب ويأخذ الألباب، المناخ، المرتفعات، الزروع والثمار، كل واحد أفضل من الآخر، وكل شيء هنا يضحك. لكن الحديث هنا عن أشجار عظيمة استوطنت قرى وعزل مديرية الخبت بمحافظة المحويت منذ مئات السنين، ولا توجد بأي مكان آخر أو محافظة أخرى كما يعتقد الساكنون هنا. إنها أشجار الدرح، أصل ثابت وفرع يعانق السماء. هذه الشجرة تسمى شجرة الذرح، وهي تتواجد في منطقة الخبت بالمحويت، وهي مستوطنة في هذه المنطقة فقط، ولا تذهب إلى أي مكان ثاني، لا تنمو فيه، حتى إذا نقلت إلى ذلك المكان لن تنمو فيه أبدا، لذلك سميت بالمستوطنة. وهي شجرة خضراء طوال العام، تلاحظها خضراء حتى ولم يوجد مطر، وتشوف أن الأوراق حقها ثابتة حتى في الخريف أو في الصيف لا تتساقط أبدا، ويبلغ ارتفاعها من 10 إلى 15 متر. هذه الشجرة موجودة منذ آلاف السنين، وإحنا ما نشأنا آباءنا وأجدادنا إلا وهي موجود بهذه الأحجام الكبيرة. هذه الذرح موجودة في المنطقة، هذا منطقة الخبت محافظة المحويت، وقد مررنا عدة مناطق ولم نجد من هذه الأشجار في أي منطقة سوى في منطقتنا هذه فقط. مختلف أحجامها، متشابهة أشكالها، تتمتع بطول فارع وقوة وصلابة، أما عمرها الافتراضي فربما للأبد. شجر يغطون به أسقف المنازل، ومنه يستخرجون مادة القطران، وبفضل تواجدها الكثيف كانت أوراقها وأعوادها الصغيرة المنقذ الحقيقي للمواطنين في هذه المنطقة. استخدموها وقود وحطب لطهي وجبات يومياتهم، خففت قليلا من معاناة انعدام الغاز في أزمة هذا العام. أشجار الذرح هذه نستخدمها كرواكب، في البداية تكون حجمها صغير وتكبر، وإحنا كلما تكبر كذا نقوم يعني شرخ الأغصان اللي بعرضها على أساس تنمو أكثر، وعندما يصير قطرها 20 سنت أو 15 سنت أو أكثر على حسب الطلب يعني نقوم بقطعها وأخذ المسافة حق البيت اللي هي لهم قاصد لها، ونحطها كراكبة، نقولها من زمان راكبة، رواكب للبيوت، ثم نحط حقها الصحف، نقول له الصحف اللي هو الأصغر حاجة فوق، من فوق هذا لفوق هذا، وردمنا بتراب وسقفنا. هذا بالنسبة لقيمة الذرح هذا يعني. هذه الذرح الضخمة يستفاد منها في يعني في بعض المناطق، يأخذوا من هذه الأشجار ويستخرجوا منها بعد تحريقها، يستخرجوا منها مادة اسمها مادة القطران. صحيح، لم يعد الناس يهتمون بها مثل ما كان الحال عليه قبل عشرات السنين، إلا أنها لا تخلع ثوبها الأخضر طيلة فصول السنة بل طيلة الأعوام، ما يجعلها تضفي للمكان منظر طبيعي أخاذ.